طلاب يعني صارت مستجدات، يعني احنا في غنى عنها، بس يلا ان شاء الله خير. نكمل مشوارنا الطلبه الجيدين. هذا هو الواكس، اوكي. راح اجي اخذ هالقدر من الكراون، ارسم هاي الحدود مالتي. تمام، اكتب الاتجاهات الاسبكتات، ضروريه جدا طلاب. اول خطوه راح اكتب هذا هو البكل اسبكت، العكس مالته هو اللينجوال اسبكت. اوكي، احنا بدنا نحط شنو؟ بدنا نحط الرايت، هذا هو الميزيال وهذا هو الدستال. زين، هسه اجي من جهه البكل اسبكت، اوقف هنا يا طلاب. ايش راح اجي اسوي؟ طبعا اكو شارب نايف بالمجرات هذا اللي ورا، هاي وحده، هاي وحده طلاب، تبع علي. راح اجي اوقف هنايا، ايش راح اجي اسوي؟ بالميزه والدستر اخصر طلاب. شوف شلون طلع الشكل عندي. بعض طلاب شلون اتخصر؟ خلينا هاي افضل، هيجي افضل، مو هيجي افضل، هذا شو ربوية. اوكي طلاب، شوفوا شلون اتخصر، اقدر شويه بعد اخصر اكثر منا. زين، هسه راح اجي اسوي ذني الزوايا الشارب طلعا عندي، اخذهم، ما بقي اي زاويه شارب. بعض طلاب ارجع لجهه البوكال اسبكت، هاي هي، اجي اسوي هنا البوكال ديفلوبمنتال جروب. اوكي طلاب، مع هاي الحد الفاصل بيناتهم. زين، هسه ايش راح اسوي طلاب؟ راح اسوي الميزيو بوكال كاست والديستو بوكال كاست، لاني جبل راح اوضحهم. اوكي، راح اخذ هذا هيك منه وهذا منه. اوكي، شلون صار؟ ما يبين. على العموم هي طلاب، هي ما المشكله مالي. دني بعد شلون سويتهم؟ يعني صار عندي هذا هنا جبل وهنا جبل، هذا كاس وهذا كاس. هسه راح اجي بالجهه اللينجوال طلاب، هذا هو الميزيال، راح اخلي هنا 70 ب 30. هاي 70 وهاي 30 صارت. وهم اجي اسوي ذني الكاسبات واوضحهن. اوكي واضح طلاب، هاي المشكله اللي خلصتكم من عندها من اول السنه، الطالب ما يقدر يديهم ويشوفه. ها؟ لا، طاف طافيات. الطالب ما يقدر يشوف الديمو، ما يقدر يشوفه، يعني اكو صعوبه. يعني هذا يراد لك انه انت متفرغ فقط للدنتال، يلا تذقنا. اوكي، صار عندي 70 ب 30 من جهه اللينجوال. اكمل الراونديشن مالتي. اوكي، اوكي هسه راح اجي طلاب اسوي الكارفينج، اجي اسوي مثلث هنا. مع طلاب بالاكرون الصغيره او اذا تحب الشارب نايف بكيفك. دكتور ليش مثلث؟ مثلث هنا، هذا الميزيو بوكال كاست، اسوي هنا هذا المثلث
وهي لا كورونا سوت لي شكل الكاس. ارجع هنا يا دستو لونجوال دكتور، يعني يحتاج نقص هالقصه المعينيه هيك هم قصيها هم قصيها اي اوكي. طلاب الشغلات اللي راح تركز عليها بالابار الاوبليك ريج، وبعد شنو زينه سدي الباب والكاس بفكر ابلي. شوفوا طلاب نفس الطريقه اللي نحت بيها. لا انا قمت بعد ما اشوف تقدرون تشاور الفول. لا قام بعد ما يبين كلش البنش طافي. اوكي برش اكو هنا برش بيت هناك اكو برش. طلاب ادواتكم جيبوها وياكم. ثانك يو. شوفوا طلاب هذا عندي كاس صار. اوكي اخذ هاي منها من جهه الميزيو لونجوال، واخذ هاي الدستو بوكال على مود يطلع عندي الشكل معيني. اجي طلاب اشرح اجي اسوي اوقف هناي، راح اوقف هنا ايش اسوي؟ اسوي هاي التاتش حتى يطلع الكاسب اوف كربلي. جيبوا وياك جوراب على مود تسوي سموث، لانه ما اعرف شلون راح يقيم العمل. على العموم ان شاء الله خير يا ربي. دكتور خفير السمنه دكتور عمار. اي والله. لا هو ما عنده ان شاء الله عداوه وياك ان شاء الله. لا يعني على الشغل انه خف. ان شاء الله ما يعصبكم طلع. دكتور بس من بين. اوكي طلاب عشان اكون هنايا شوية عطر جراب اكو جراب اكو جراب. ثانك يو. طلاب هذا هو الشغل هنا طلع. هذا هو الشغل طلع. اوكي طلع. بس الكاس بوت بس هيك طلع. على هاي تدربون. احفظ الشكل طلاب، هذا الشكل احفظه ابوي. هذا الشكل احفظه. اوكي؟ هذا الشكل احفظوه. اكو بالجهة البوكال، بجهة البوكال اكو كاسبات اثنين. جهة البوكال اكو كاسبات اثنين. اوكي؟ اللينجوال اكو هم كاسبات اثنين. هذا الكاس بالميزيو لينجوال يكون اكبر من الدستو لينجوال، وهنا يكون مرتبط بالكاس بوف كارابيلي. وال من الميزيو لونجوال للدستو بوكال فايت هذا الاوبليك ريج. اوكي طلاب ماشي حفظوا هذا الشكل ابوي، واتمنى لكم كل التوفيق.